لما القلب يكون مليان إيمان رح يزيد عندك التعاون والإحسان. رزق إنسان الآن. هي الدنيا متغيرة الأحوال ومتقلبة، تضعنا أمام مستجدات لم نعتد عليها، فنتكيف معها ونتجه لأبسط الحلول لتوصلنا إلى مستقبل أجمل. والهدوء في معالجة المشاكل سمة عظيمة، لكن عندما تطول المسافة وتتعقد الأمور فليس أمامنا إلا الصبر والدعاء بفرج سيكون قريب. قصتنا اليوم هي عنوان المعاناة لرجل بدون عمل منذ سنة 2019، لم يعد يستطيع أن يعيل عائلته. عيط لي قال لي سناني لهنا كيما انا ثاني قال لي سناني هنا مالك هذا وراك علاش لاباس لا 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 احنا راح نوصلوا باش عندنا ناس باش نوصلهم يديروا لهم الخير. الله يبارك فيك لاباس انت يا ساعتكم. يا ريت احنا يحصل لنا شرف ونصيب واحد فرصه. انا هذا هو الحلم تاعنا. انا خدمت مع محمد بن جلول تبع الجامعة مائدة رمضان من 9 سنوات. الله يبارك وهذا تبارك يا راك في العمل التطوعي. أظن حب الصوالح صدقني كلنا حب الصوالح حبهم اللي كانوا والدي حيين الله يرحمهم برحمة الله. والله غير كنت نخلي هذيك لما تاع رمضان يشتاش على حلوة شحال صح صح. والله غير نروح نخدم المائدة وتعرف نهار اللي ياكلوا هما نهار اللي تخدمهم تحس بهذيك هذي هما يفرحوا غير هذاك الهمت وش يحسوا هما بزاف عليك والله بزاف عليك. ماذا بك شوف ما تتنحيها من فمك ما على باليش انا صح. هو يقول لك لي ما دارش الخير. ايه. ما شافوش الناس ما يحسش بالطعم تاعك. فعلا صح. ثم دارك درت كنت من رجال التطوع. والله غير هذي شغل انا ملي كنت صغير ما منيت حاجه كيما هذه وربي وفق الحمد لله. ونحب هذا الصوالح العمل التطوعي هذا الصوالح تحبهم من عند ربي نحبهم والله من عند ربي نحبهم. انت واش دير في حياتك؟ انا ما نكذبش عليك انا ما نقولكش متلافى الراي هذه وحده وشغل احنا كنا من الوحده من الاسره شو يقولها محافظ سماها ماشي محافظه جد محافظه. كنا ذاك الوقت بابا يضرب عمي يضرب صح تربية بكري جا عندها سيفر بزاف ربينا شغل تربية قاسحة. شغل كنا يسمى دريسي واحد المومو هكذا كنت في الشغل منها ونطلع للليسي ما صرا لي ما بروكاش صراحة القراية ضربة واحدة ما كتب ليش ربي ما كملش قراية دخلت الحياة المهنية اليوم مازالك خدام شنو احنا كتن بالكونترا يدخلونا ويخرجونا يدخلونا من 30 جونفي من الكونترا التالية لليوم ما ضربت ضربة لليوم اليوم. وكيفاش راك داير درك؟ هذا هو بيت القصيد. والله صدقني والله كلش من الفضل تاع الله سبحانه وتعالى. سبحانه. كيفاش راك عايش درك؟ والله راني نقول لك ما بقدرة قادر. سبحان الله ربي ما دام خلق الانسان. نقول لك انا العبد الضعيف يكذب على خلقه. ربي يرزقه الطير. هذه هي. هو قال لك ربي عز وجل. ربي تعهد ما بالرزق تاع الانسان لك هكذا صح كما قال الحسن البصري ولما علمت ان رزقي لن ياخذه غيري وشنو انا ما حفظتلوش اطمأن قلبي صح ولما علمت ان عملي لن يعمله غيري اجتهدت فيه. احنا نقول لك ان شاء الله دوكا مستقبلنا ندير الخدمات على الكونترا ما ننسيش نخدمها خدمه الليل ما تساعدنيش وليد يدي بزاف بصح فهمت فوسط اللي بان لي هكذا شغل ناخذ فيها لقمه حلايليه نتوكل على الله. يا خويا سحقوني في رمضان نجي. خلاص انا دوكا كي يجي ما حبيت صح انا معليش انا يعجبوني انا حاجه فينا الناس اللي تطوع هادو تسيبوا يتطوع
بصح هو ينسى روحه. علاش؟ شكني وراني كما نقولوا شما الاخر في عواشر، وربي شاهد على ما اقول. فهمت؟ وراني نقول لك يقينا لا اريد منكم لا جزاء ولا شكرا. والله العظيم اكملها معكم بالحفر كما حبيت، مش في مقدورين دي. مش في المهم انسان مشغول هذا. فهمت؟ هذاك الحرمان تاع الناس، هذيك التحاسه تاع الناس، هذاك شغل ما نشحش انا ذاك الحاجه. حنا شغل ما كبروا عليهم ولو بالكلمه الطيبه ولو بالابتسامه ولو ما بليش باش انا مش عارف. بصح انت محروب ولا مش محروب؟ والله صدقني مادام عندي اليقين في ربي مانيش محروم. سبحان الله. ومادام راني حي لاخر رزقي حي. سبحان الله. ما نقولش اني محروم لا. حاش انا ما نشوفش حد فوق، نزيد نشوف باللي كاين راهم تحتي. كاين ولا ما كاينش؟ كاين ولا كاينش تحتي؟ صافي ما يقول لك الهم ليه الغم. الواحد كيما يقول لي شفت ما تحته ينسى همه كاع. هو لازم الانسان دائما هكا. بالك انا شوف بالك انت ما تعرفش الوضعيه تاعي اللي كيما خويا بلال عندي زوج امهم الله يبارك فيهم. يا ربي يحفظهم ان شاء الله. وحده صنع ان شاء الله بربي الباك، وحده ما بيان. ان شاء الله ربي يجيب الباك ان شاء الله. يعني. عندي المراه تقري القران في الجامعه تاعنا. الله يبارك. تاع سيلك حل تاع الدوار. تاع الدوار. قلت لك والله العظيم كما نقدر نقول لك هي بالفضل تاع القران والفضل تاع البقره ان شاء الله بالتوفيق تاع الله. الواحد ما يواظب على الصلاه، صلاه الفجر تحس واحد البركه تطيح عليك، الرزق يجيك بلا ما مش عارف انا من عنده سبحان الله. كلش هو كي يحتاجوني اللي اكثر مني نعطيه اللي اكثر مني. هو صح ساعات احنا على بالك الانسان كي يكون حس بهذاك المحتاج. ايه الرسول عليه الصلاة والسلام عليه السلام نهار اللي دق له هذاك المحتاج قسم معاه تمرة. صح يحس باليتيم، يحس بالمحتاج. الانسان كي يدير تطوع يحس بالناس هذول، ما عندوش عنده يقسم. انا كنت نخدم في زاوية عند واحد هذا كان جارية، وفي رمضان بالذات درت عنده الاخر اكسيدون بزرافة. هاي يدي راحت فيها في رمضان. هذه في رمضان علاه؟ لاني العام اللي قبله ما قلت له ماذا بك كي يلحق ما ان شاء الله الشهر الفاضل رمضان، ماذا بك ما لاحظ لي ديرين. قال لي بصح وشنو ما تخلصش. قلت له معليش، قلت له تعمل فيا مزيه. قلت له انا ربي يخلصني. ماكش خدام برك؟ والله ماني خدام، اقسم لك بالله سالات غير ماني خدام. اقسم لك بالله وراني الاخر في عواش ما يقولوش. صحيح. راني حابس من 30 جوان لليوم. اخر كونترا فيها 6 شهور. نعم. لا نعرف تعقد. صح كون بدك تخطب. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله بما شاء الله. في اي مجال؟ كاين الزين تاع صديقنا. ان شاء الله يا رب. واش يخدم؟ يخدموا منتوجات جزائريه، يخدموا فيها مجموعه من المنتوجات. انت اكيد دوك احنا هضرنا معاه. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. أنا بلال وجماعة جابوك لعندي لهنا باش نهضر معاك. الحمد لله الحمد لله يا رب. صح وضعيتك كل يوم وضع بإذن الله إن شاء الله. وش كتب؟ أنا واش تمنيت وكان يوفقهم ربي عز وجل. الوقت اللي تكونوا فارغين تاع الصح، يعني ما نحرجكم ما نديرونش، روحوا تشوفوني في الدار أحسن. واش عندك؟ حتى علاه ليس الخبر تشوف حالتي وضعيتي السكن كيف داير، ليس الخبر كالمعاير. صح. خاطش تشوف وتسمع مش كيف كيف، قادر انا نوصل لك الفكره، بصح كي تشوف عينك صح بالك مش كيما تتخيلها انت. انا على بالي بوضعيتك في الدار تاعي. ماشي من باب الشكوى. والله ولا شكوى لغير الله ما ذل. هدى باذن الله تبدا تخدم باذن الله. ان شاء الله. تك حب تخدم وان شاء الله رزقك يكون على الله. يا ربي وعينك. صح. حاجه ثانيه على بالي في الدار، جهاز تلفزيون ما عندكش. ماشي معنى. ماشي هذا. ايه ما عنديش والله ناس. صح احنا كنا نفرحوا لك اليوم الزوجه. ايه عندنا مجموعه من الاجهزه، شوف فيها تلفزيون، فيها فريجيدير، فيها كوزينيير. والله يعطيكم اتمنى. واش نقول لك؟ ربي يعانم به. سبحان الله. والله غادي نقول لك ربي يعانم.
نعيا نجازيكم ماشي كيما ربي عز وجل. الله يعطيكم الخير على خير والله يزيدكم هم. اللي نقولها لك ربي يعلم بها الله ما في والله. هذا 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 راه شيء في قلبك بينك وبين الله. احنا رانا اسباب في الكون. معليش معليش ان شاء الله ربي يقدرك اليوم غدوه ان شاء الله تبدا الخدمه باذن الله وما عادش يحتاج حتى احد اخر باذن الله ما عادش تحتاج انسان واحد اخر. أنا على واحد اخرين الحمد لله يا ربي الحمد لله. تفضل هاي 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 شوف باش تفرحنا الزوجه اليوم. الله اكبر ما عرفتنيش حتى بنفسك. انا رزق. الله اكبر انا رزق. فكرتي تشوف واحد الحصه في رمضان بس مع انسان شفتها في رمضان كيف هذيك الحصه تاثر ديبس ما حبيتوش يجيك؟ والله غير ربي عالم. ما يا ربي وعي شيء مشي بطاري ولا غيره يعني كتير شو الناس محتاجين. تفرح الزوجة اليوم بس تفرح أقولها غدوة بإذن الله راح تبدأ الخدمة تاعك. وين صح وين؟ في الشبلي معليش معليش روح نخدم الشبلي بإذن الله معليش بإذن الله. صاحبنا صديقنا تحدثنا معه خلاص وفرنا لك سيبيه. خلاص 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 أمورها أبقاد رمضان كريم إن شاء الله إن شاء الله. هذاك اللي شفته في التلفزيون هو اللي عود جاك. الله أكبر الله أكبر سلم عني خليني أروح أنا. بديت ربي نجوك أنا زي. الله لا اله الا الله. الله سبحان الله. حنت تطلع مع عبد القادر خلاص الدماغ غالي. شوف ما قلت لك في رمضان ولا في غير رمضان ولا مثلا بالويكاند حاجه تاع خير تسحقوني نتلاقاو فرح بالصوره. نتلاقاو فرح بالصوره. نتلاقاو فرح احسن لي شرف منا باش نكون معاك. الله في روحك عبد القادر بالسلامة. ربي يحفظك. الرضا قناعة لا مثيل لها والصبر هو مفتاح الوصول وكن متأكدا بأن المجتهد سيصل إلى هدفه. آلاف مثل قصتنا اليوم غادروا أو تم وقفهم عن العمل لكن اجتهادهم في الوصول إلى عمل جديد من أجل عيش كريم لكن اجتهادهم للوصول إلى عمل جديد كان نصب أعينهم من أجل عيش كريم.